أهلا بحضراتكم مرة تانية. بقالنا فترة في مصر كده بنشتغل على فكرة تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، وده طبعا كان واضح من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات اللي اتعملت خلال الفترة اللي فاتت، زي مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات تانية لطاقة الرياح. عشان كده مصر قدرت في سنة 2021 أنها ترفع نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في توليد الكهرباء ل 20%. مخطط ان احنا في 2030 نوصل لكام؟ نوصل ل 42%. خلونا نتكلم عن مستقبل الطاقه المتجدده في مصر مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهوريه وخبير الطاقه العالمي. صباح الخير عليك يا دكتور. مساء الخير. صباح الخير. اهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. صباح الخير يا مصر. احب قبل ما نتكلم نبتدي الكلام اني اعزي الشعب المصري في شهداء الجيش والشرطه اللي حصل والاحداث اللي حصلت في سيناء، وكمان اعزي الشعب المصري وشعب الامارات في وفاه الامير خليفه. عظيم. هنبدا كلام مع حضرتك عن مستقبل الطاقه المتجدده، لكن خلينا نوضح للناس الاول يعني ايه طاقه متجدده. المتجدده اللي هي لا تفنى لانها تتجدد مع الوقت. واحسن مثال لها هي الشمس. الشمس عارفين احنا انها بتطلع لنا كل يوم، وموجوده في الصيف وفي الشتاء كمان. ودي الميزه الكبيره اللي موجوده في مصر، انه الشمس موجوده على كل مساحه مصر من الشمال الى الجنوب. صحيح في الشمال اقل شويه من الجنوب، لكن موجوده في كل حته. وده يخلينا نفكر بطريقه مختلفه عن التفكير التقليدي. وان ما دام الشمس موجوده في كل حته، ما فيش داعي نعمل زي ما كنا بنعمل زمان محطات كبيره ونسميها العملاقه ونحطها في حته وبعدين نوصل الكهرباء في حته تانية. لا، ما دام هي موجوده في كل حته، ما نقدر نحط محطات صغيره على قد الطلب جنب الطلب نفسه، يبقى نعمل خطوط قصيره ونوفر حاجه تانية جنب الخطوط القصيره. مش بس تمن خط، بنوفر الصيانه بتاعته ونوفر كمان الفواقد بتاع نقل الكهرباء من مكان لاخر. طيب دكتور، احنا بنتكلم على انه الطاقه الجديده والمتجدده دلوقتي هي المستقبل، ومصر بالتاكيد لاعب اساسي شريك اقليميا ودوليا في مساله الطاقه الجديده والمتجدده. ويمكن احنا من بعد 2014 ابتدينا نشتغل على مساله عجز الكهرباء اللي كان موجود. كنا بنتكلم في انه كان عندنا من 2008 ل 2014 عجز حوالي 25% من احتياجاتنا للكهرباء. النهارده احنا بنتكلم انه عملنا سد لاحتياجاتنا من الكهرباء ومن الطاقه. اي الاحتياط اللي موجود ده نتيجه لبعض نظر الرئيس السيسي اول ما جه في وتولى امور الدوله، لانه هو طبعا شاف انه الكهرباء دي شيء ضروري علشان تقدم اي شعب. والنقص بتاع الكهرباء ده معناه انه بيخفض الناتج القومي وبيخفض مستوى المعيشه ويعمل زنقات في كل حته، ودي عشناها كل اللي عاشوا قبل سنه 2014 عارفين الحكايه دي. فكان اول حاجه عملها انه طلب انه الزنقات تتراح. امتى الزنقات؟ بتيجي في الصيف وقت الغروب، بعد الغروب بحوالي ساعه بيبقى في الحاجه اللي بنسميها في الكهرباء الذروه الطلب، ذروه الطلب على الكهرباء. كل الناس تطلب كهرباء ولسه المصانع بتشتغل او جزء منها بيشتغل، فبيبقى في طلب كبير جدا على الكهرباء، وبالذات في الصيف لما التكييفات تشتغل فيبقى اكتر، فبيحصل انقطاعات في الاوقات دي لو كانت محطات الكهرباء ما تقدرش توفي بالكميه دي. فجاب محطات صغيره وحطها في حتت مختلفه في المحافظات عشان كل محافظه تقدر تكفي نفسها. ده كان الحل السريع. الحل بقى المستمر هو المحطات الكبيره اللي اشتراها من شركه سيمنز، ودي وردتها سيمنز في زمن قياسي، ووردت نوع حديث جدا له كفاءة عالية. يعني معناه ان هو برضو بيحرق غاز، بيحرق برضو وقود حفري، لكن بكميات اقل عشان يطلع نفس كمية الكهرباء. عظيم. ده معنى الكفاءة لما تكون كفاءة عالية. فالوقت ده كان حصل في نفس الوقت نتيجة للانقطاعات اللي قبل كده والجهود بتاعت وزارة الكهرباء، انه في اتجاه تاني اتعمل وهو الوفر في الكهرباء. يعني اللي عاوز يشتري جهاز تكييف يفكر في كل مرة يا ترى اشتري جهاز تكييف رخيص
حتى لو كان بياخد مني كهرباء كتير ولا اخد واحد اغلى شويه بس يوفر لي كهرباء. والتفكير ده في كل حته، في اللمبات مثلا، اللمبات الليد ظهرت في وقتها وكده وتعمل في كل حته. وناس كتير بقوا يقولوا لي احنا حاطين اللمبات ليد كتير في البيت عندنا، فلقينا بنوفر في التكييف، لان اللمبه العاديه بتسخن البيت بينما اللمبه الليد ما بتسخنش، فوفر كمان في التكييف. يعني وفر بيجيب وفر تاني وياه، ودي طبعا اتجاه حميد جدا. عظيم. نتيجه للحاجات دي كلها كان في فائض في الكهرباء. الفائض في الكهرباء ده يمكن كان اياميها 50% من زياده عن المطلوب. في دايما لازم يكون في فائض في الكهرباء في كل شبكه، بيبقى بين 20 و 25%، 50% كتير زياده عن اللزوم. بس ده كان نتيجه للمجهودات اللي اتعملت في الحاجات دي التانيه دي كلها. ففي امكانيتين، يا اما الواحد يقفل المحطات ويستنى، يا اما يصدر. حكايه التصدير دي ابتدت اتفاقيه، بحث في اتفاقيه التصدير من شمال الدلتا لقبرص، ومن قبرص لكريت، جزيره كريت، ومن جزيره كريت للارض اليونان، بس كريت تبع اليونان برضه. على ما يبدو ان الاتفاقيه دي اتعملت صحيح لكن مش ماشيه بالطريقه السليمه. ففي اتجاه تاني، يبقى في مباشره من مصر لليونان. تمام. لكن ده مؤشر، وده بيؤكد كمان يا دكتور انه احنا عندنا فائض في الكهرباء. لكن لما نيجي نتكلم عن الطاقه الجديده والمتجدده يا فندم، هي كمان من مميزاتها ان هي طاقه نظيفه، ملهاش اي انبعاثات او ضرر على المناخ، في ظل توجه العالم كله للحفاظ على المناخ او التخفيف من التأثيرات المناخية. أضيف عليها بقى أنها كمان أرخص من التقليدي. كمان أرخص من التقليدي. فما فيش أي داعي الواحد يستعمل التقليدي. بلاد أوروبا كلها اعتمدت على الغاز الروسي، وبعدين لما حصلت الأزمة دي اللي كانت غير متوقعة، أم بقوا في حيرة يعملوا إيه. دولة زي ألمانيا عندها 55% من الغاز بتاعها اللي بيجي بتستخدمه جاي من روسيا. فلو اتقطع ده هتبقى مشكله بالنسبه لنا. صحيح. عندهم حاجات تانية بيجيبوها من روسيا، بيجيبوا فحم، بيجيبوا بترول، دول بيقولوا انهم هيقدروا يجيبوا حاجه بديل لهم. طيب والغاز قالوا هم نفسهم مش قادرين يجيبوا بديل لهم. فدي بالنسبه لهم عامله مشكله كبيره. لو كان عندهم الطاقات المتجدده اللي موجوده في ارضهم، عندهم برضو شويه شمس وعندهم شويه رياح، شويه رياح اكتر من عندنا، دول لو كانوا يستغلوهم كلهم كانوا غطوا على جزء كبير من الاتجاه من الكهرباء. الغاز هم بيستعملوه في الصناعة كمان، وبيستعملوه في التدفئة، له استعمالات تانية، فدي ملهاش دعوة بيها. لو نتكلم على الكهرباء لوحدها، أوروبا تقدر تغطي جزء كبير جدا من الطاقة بتاعتها، من الكهرباء بتاعتها، من الطاقات المتجددة. بس المشكلة بتاعت أوروبا، الطاقات المتجددة اللي موجودة هناك متقلبة. يعني مثلا الالواح الضوئيه بتجيب لك كهرباء بالنهار وبالليل ما فيش، الرياح بتيجي وبتروح زي ما هي عايزه. بينما في مصر عندنا الاشعه المباشره اللي بتيجي على ارض مصر من غير ما يكون في سحاب ولا ضباب ولا اي حاجه ثانيه، حتى التراب قليل، ما التاثير بتاعه مش كتير. ففي تكنولوجيا ثانيه تنفع عندنا ما تنفعش عندهم هم في اوروبا. عشان كده ما هياش منتشرة عندهم كتير. وعشان كده ما هياش معروفة قوي، اللي هي التركيز الإشعاع الشمسي. تركيز الإشعاع الشمسي ده لما تركز أشعة الشمس على بقرة تسخن أول بقرة دي. وإحنا صغيرين كنا بنجيب عدسة ونركز ونحرق بيها حتة ورقة ولا حاجة كده. الحرارة العالية دي هي نفس الحرارة اللي بتستغل لعمل الكهرباء. يعني لما يكون عندنا غاز بنحرقه عشان نعمل كهرباء، يكون عندنا فحم بنحرقه عشان نعمل كهرباء. احنا عندنا حراره الشمس، فهي الحراره زي دي زي ما اتعمل في مصر مشروع بنبان في اسوان، ده ما بيجيبش حراره، ده بياخد الضوء بتاع الشمس وبيعمل كهرباء على طول. عشان كده لما الشمس تروح ما فيش كهرباء. لكن اللي بكلمك عليها ده ملوش دعوه بالالواح الضوئيه. دي مرايات زي المرايات اللي عندنا في البيوت عاديه، بس يعني تستحمل القعده بره. لو فدي بتركز اشعه الشمس على بقره، وبنمشي سائل في البقرة ده يسخن سخونية عالية فوق 500 درجة مئوية، وده يتخزن عشان بالليل
الواحد يقدر يستعمله. تمام، هل شايف ان احنا وصلنا لمستوى كويس؟ يعني احنا بنقول دلوقتي وصلنا ل 20% من استخدام الطاقه المتجدده، في 2030 هنوصل ل 40%. دي كانت الطاقات المتجدده المتقلبه دي الواحد ما يقدرش يحسبها بالحسابات دي، لانه بيقولوا لك ده كذا كيلو وات، لكن دي بتيجي بالنسبه للرياح مثلا في اوقات معينه بس، وبالنسبه للطاقه الضوئيه بتيجي في الظهر وبقيه النهار لا. فالحساب بتاعها ما هوش سهل بالشكل ده، الواحد يقول رقم ويقارنه بالحاجات التانية. الحقيقة لازم الواحد يضرب الرقم ده في حاجة اسمها معامل الأداء. يعني هو أدى الأداء بتاعه قد إيه؟ فأوقات بيطلع 20%، أوقات بيطلع 10%. بيبقى أقل بكتير جدا من 100% يعني. طيب دكتور، تكلفة المحطات هي أكثر تكلفة من المحطات العادية التقليدية. طبعا لان قصاد كده ما بتصرفيش حاجه في الوقود، فلازم يكون اغلى. كانك بتشتري الوقود بتاع المحطه لمده ال 40 سنه اللي هي هتعيشها، بتشتريها معاها، لكن بيطلع بقى ثمنها ارخص بكتير جدا، ثمنها اقل بكتير قوي من المحطه والوقود من العادي اللي شغال بالوقود الاحفوري. الواحد عشان يعرف ثمن الكهرباء ايه بيحسب ثمن الوقود وثمن المعدات والاجور بتاعت الناس اللي بتشتغل مصروفات التشغيل بتاعتها اقل والحاجات دي كلها، ويطلع في النهايه ثمن الكهرباء، فبيطلع ثمن الكهرباء اللي طالعه من الطاقه المتجدده اللي انا بكلم حضرتك دي عليها، اللي هي لها نفس الاداء زي المحطات العاديه، بيطلع 30% اقل من ثمن الكهرباء اللي بتنتج النهارده. طبعا الكهرباء اللي بتنتج النهارده مدعمه، عشان كده ما ندفعش احنا نفس التكاليف بتاعتها، لكن لو دفعنا التكاليف بتاعتها هتبقى اغلى من كده بكتير. المهم انه بعد مده القرض ما تنتهي يبقى الثمن بينخفض جدا، لان ما عندكش تكاليف خالص الا شويه الصيانه واجور العاملين هناك. طيب زي ما صدرنا كهرباء من المصادر التقليديه، هل قادرين ان احنا نصدر طاقه نظيفه؟ لو احنا نصدر الطلب مين اللي هيشتري مننا؟ في جيراننا اللي يقدروا يشتروا مننا، السعوديه والسودان وليبيا، دول يعني بالنسبه لهم ما تفرقش كتير لو كانت طاقه متجدده ولا طاقه جايه من مصدر حفري. لكن لو احنا عاوزين نصدر لاوروبا، اوروبا اللي هي السوق الاكبر بكتير جدا، دي هيصمموا هما انها تكون طاقه متجدده. فعشان كده لازم يكون عندنا كفايه من الطاقه المتجدده تكفينا احنا الاول قبل ما نبتدي نصدر، مش نصدر لهم الحاجه بتاعتهم طبعا اللي هم عاوزينها واحنا نقعد حيرانين. فعشان كده لازم نبني عندنا الحاجات دي كلها. ومن هنا جت الفكره ان الواحد ما يبنيش محطات كبيره جدا، يبني مجموعه من المحطات اللي هي خمس محطات، انا بسميها خميسه، خمس محطات شمسيه كلها ضمطيه، كلها زي بعض، عشان تطلع في النهايه الارخص. لان الواحد هيبني كل سنه مجموعه او مجموعتين او ثلاثه على حسب الميزانيه الموجوده، ومع الوقت بتزيد العدد ده. المجموعات دي بتشتغل مع بعضها زي ما تكون محطه واحده، بحيث انه وقت الشتاء لما يكون ما فيش كهرباء كتير، طلب كتير على الكهرباء، يبقى واحده من الخمسه دول تتقفل عشان تعمل الصيانه بتاعتها، ولما تعمل الصيانه بتاعتها يجي على الثانيه على الثالثه والرابعه، بحيث انه الخمسه كلهم يجي عليهم الدور في وسط الشتاء. الصيانه بتاخد اسبوع لاسبوعين بس، وبعد كده تشتغل بقى في الصيف بكامل طاقتها. المجموعه دي الواحد يقدر يحطها في الواحات، يقدر يحطها على طول الشبكة، الخطوط الطويلة اللي جاية من أسوان لغاية القاهرة، يحطها على الخطوط دي عشان ما يضطرش يقوي الخطوط لما يحطها يغذي. هي دي الخميسة يا فندم اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ ده المخطط بتاع خميسة اللي أنا بتكلم عليه. أيوة، ودي الفوائد بتاعته في النهاية بعد 33 سنة نكون وفرنا 1000 مليار دولار. ده رقم كبير، رقم كبير جدا. طيب احنا كمان بنتكلم على انه الدوله بتشتغل في مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده، بنشوف السيارات الكهربائيه اللي الدوله بقت شغاله على المحطات بتاعتها، موجوده بالفعل على الارض سيارات كهربائيه موجوده. ويمكن في دول كمان بتتكلم على انه على 2030 او 2050 مش هيكون عندها غير سيارات كهربائيه. مش هيكون عندها غير سيارات كهربائيه؟ ايوه. اللي بيشغل سياره كهربائيه
نمط التشغيل ونمط الشحن مختلف عن النمط اللي احنا متعودين عليه مع السيارات اللي بتشتغل بالبنزين او بالديزل. احنا في العاده بنمشي بالعربيه ونشوف التانك، لما التانك بقرب يخلص بنروح لمحطة البنزين ونملاها. انما نمط الشحن بتاع البطاريه ممكن بطريقه اسهل بكتير جدا. لما اكون في البيت او قريب من البيت اللي الواحد ساكن فيه، في جهاز شحن موجود على الحيطه، راكب في الحيطه. هو جاي له طبعا كابل من بره، انما هو عنده جراج وفي جهاز شحن يعني كوبس عشان الشحن. يعني اكيد فولت الكهرباء اعلى من المستخدم في البيت. له كهرباء بتاعته مخصوصه، فعشان كده له كابل ده. فهو بيحط الفيشه بتاعته في الكوبس ده ويشحن العربيه بتاعته بالليل. بالليل عنده وقت طويل، فمش محتاج تيار قوي عشان يشحن. تيار ضعيف، والتيار ضعيف معناه انه كابل رفيع هيخش له في البيت. ويشحن بقى طول الليل، تاني يوم الصبح تبقى البطاريه مشحونه للاخر، ويقدر يمشي بيها 350 كيلو 400 كيلو على حسب الساعه بتاعت البطاريه. وتاني يوم يبتدي يشحنها بقى من جديد. لو حصل بقى ان هو عنده سفريه طويله اكتر من 350 كيلو، يبقى في النص يعمل فسحه للغدا، ووقت الغدا يشحن في نص ساعه. محتاج بقى الشحن السريع في الحاله دي. لكن عاده لما يشحن كل ليله خلاص ما عندوش مشكله، ثاني يوم يقدر يمشي كويس جدا. احنا كمان عندنا القطار الكهربائي، عندنا محطات تحليه المياه، هل يمكن نعتمد عليها او هل نقدر نعتمد على الطاقه المتجدده في هذه الامور؟ طاقه الرياح طبعا مش ممكن، لانه بتروح وتيجي. طاقه الشمس لوحدها من غير تخزين مش هتنفع، لان القطر عاوز يمشي بالليل كمان، مش هيقدر يمشي بالنهار بس. مظبوط. فدي محتاجه انها يكون لها تخزين في الحاجات دي كلها. وعشان كده الشبكات اللي انا بتكلم عليها دي اللي فيها تخزين حراري دي تفيد في الحاجات دي كويس جدا. ودي برضو طاقه متجدده، ما فيهاش متجدده زي التانيين كلهم. ودي هي اللي تنفع، ودي اللي اوفر كمان في الثمن في النهايه. لانك لو عملت الحاجات المتقلبه دي وعملت لها تخزين مستقل عنها هتتكلف اكتر من اللي انت وفرته هناك. عظيم. يعني هي المساله في التخزين، المهم ان يكون في تخزين عشان نضمن استمراريه المصدر. يبقى المصدر مستمر. طيب دكتور، مشروعات الهيدروجين الاخضر، ويمكن اوروبا بتسعى انها ب 2030 يكون عندها 20% من الطاقه بتاعتها طاقه من الهيدروجين الاخضر، والدوله المصريه ماشيه في الموضوع ده في مسارين. الاول هو الانتاج والتخزين والاستخدام، والثاني انه يكون في شراكات رياديه مع الشركات الدوليه. هو الهيدروجين عنده استعمالات كتيره جدا، مش بس في الطاقه، اللي عنده استعمالات في كيمياء وفي السماد وفي حاجات تانية كتير. عشان يبقى اسمه اخضر لازم يكون كل المكونات اللي داخله فيه وفي انتاجه جايه من طاقه متجدده. يعني لازم الواحد يعمل طاقه متجدده الاول علشان يقدر يعمل بيها الهيدروجين اخضر، ولا مش هيبقى اخضر، هيبقى رمادي او اي حاجه تانية. علشان الواحد يعمل الهيدروجين الاخضر من طاقة متجددة محتاج طاقة مستمرة ومنتظمة مش متقلبة، وإلا مش هيقدر يشتغل مظبوط. فعشان كده الطاقة الشمسية الحرارية بالتخزين اللي هو في داخلها، في داخل المحطة فيها التخزين بتاعها. كان في صورة تانية كنت مديها لحضراتكم، هنعرضها دلوقتي يا فندم. محطة في اسبانيا دايرة كده وفي عمود في النص. ده لو عبارة عن ايه يا فندم؟ عبارة عن ايه المحطة دي؟ عبارة عن برج في طرفه الفوقاني في البؤرة، وحواليه في دوائر حوالين بعضها. تمام. هي دي الدوائر. ايوه، الدوائر دي كلها مرايات، وكل مراية منهم بتتحرك مع حركة الشمس بحيث انها توجه الشعاع بتاع الشمس على البؤرة اللي فوق دي. يعني المرايات دي مش ثابتة، كل واحدة لها مواتير بتحركها في الاتجاه ده، بحيث انها يبقى دايما مركزة على البؤرة دي. فالبؤرة دي بتسخن لغاية فوق 500 درجة مئوية، يوم بيبعتوا فيها سائل للبؤرة بياخد الحرارة دي ويتخزن في خزانات جنبيه، ومن هناك ياخدوا من الخزان ده الحرارة اللي هم عايزينها ويعملوا الكهرباء عن طريق البخار وكده بالطريقة التقليدية. يعني هو يقدر يطلع كهرباء بالنهار طول النهار طول ما الشمس موجودة،
وبالليل 15 ساعة بعد غروب الشمس على المحطة دي 15 ساعة. يعني دي بتشتغل الليل ونهار بس في الصيف في إسبانيا لأنهم بعيد عن خط الاستواء. في مصر محطة زي كده هتقدر تشتغل صيف وشتاء صحيح كل طول النهار وطول الليل باستمرار على طول. وده اللي احنا ده المطلوب مننا إنه يكون عندنا كهرباء مستقرة ومضمونة، لأنه الأجهزة اللي بتعمل الهيدروجين الأخضر ده محتاج استقرار في الكهرباء، ما ينفعش الكهرباء تبقى متقلبة كده وياها. فدي حاجة مهمة جدا عشان نعمل الهيدروجين الأخضر وعشان نضمن إنه الهيدروجين الأخضر يطلع بالجودة اللي احنا طالبينها، إنه يكون في الكهرباء متجددة مستقرة. عظيم. طيب لو هنتكلم عن صناعة الألواح الشمسية، إزاي نقدر نوطنها في مصر؟ صناعة الألواح الشمسية دي ده موضوع احنا متأخرين جدا فيه. لو كنا ابتدينا وقت ما الصين ابتدت كنا نقدر ننافس الصين، لكن دلوقتي بعد ما الصين أخذت السوق كله لازم ندور على حتة نقدر نحط فيها المنتجات بتاعتنا. وده هيبقى صعب جدا، هيبقى أصعب من أي حاجة. لو احنا خدنا أي حاجة تانية جديدة زي المحطات الشمسية الحرارية لسه ما بتريش في يعني دي محطة واحدة بس في اسبانيا ما فيش كتير منها لسه ابتدوا دلوقتي. لو احنا خدنا الموضوع ده من البداية بتاعته واشتغلنا فيه نبقى الرواد فيها. طيب دكتور حضرتك شايف ازاي أزمة الطاقة العالمية اللي موجودة دلوقتي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية؟ دي شغلانة كبيرة جدا. دلوقتي زي ما قلت لحضرتك ألمانيا حاولت بتدور على بديل عن الحاجات الروسي. الغاز مش عارفه تلاقي له بديل. راح سافر وزير الطاقه بتاعهم للقطر وللبحرين وللامارات وقالوا له طيب لو احنا زودنا الانتاج بحيث انه يكفي انه ياخد جزء يعني من ده هننقله لغايه عندك ازاي؟ عشان يقولوا هناك لازم يسيلوه ويحطوه في مراكب مخصوص معموله كده وبعدين يروحوا هناك يرجعوه تاني للحاله الغازيه ويدخلوه في الشبكه بتاعت ألمانيا. مفيش في ألمانيا كلها ما كانش فيه محطات تحول الغاز السائل المسال إلى غاز ثاني، ما كانش موجود. وده نتيجة طبعا لغلطة في السياسة أنه كان لازم الحاجات الطوارئ دي يتعمل لها حساب. ده أول حاجة. تاني حاجة مفيش مراكب كفاية في الأرض في الدنيا كلها. في 830 مركب تقريبا هي اللي عندها الحاجات دي. وعلشان ينقلوا الكميه الكبيره دي بتاعت الغاز اللي جايه من روسيا هناك، دول 55 مليار متر مكعب غاز في السنه بتنقلوا على الخط اللي موجود. لو شغلوا الخط الثاني اللي جنبيه ده هيبقى ضعف الكميه. 55 مليار متر مكعب في السنه، عشان ينقلوهم دول محتاجين حوالي 1000 مركب ومش موجودين، لسه لازم يبنوا المراكب دي. يعني عاملين مشكله كبيره جدا طبعا. عشان يغطوا نفسهم فطلبوا من مصر من ضمن الحاجات الثانيه من البلاد الثانيه اللي عندهم من الجزائر ومن كل حته، وفي الاخر هيطلبوا من ايران على ما اعتقد لانه في حظر صحيح على ايران، لكن هيعملوا ايه؟ ما فيش حاجه ثانيه. لكن حتى كده مش عارف ينقلوا الغاز لغايه هناك، لانه النقل بالمواسير اسهل بكتير جدا عن النقل بالمراكب. فيحسب لنا في مصر اننا خلال الفتره اللي فاتت حاولنا قدر الامكان احنا نوفر الطاقه، ومش فقط من المصادر المعتاده، لا من المصادر البديله والطاقه المتجدده الاقل تاثيرا على المناخ. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الدكتور هاني النقراشي عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهوريه وخبير الطاقه العالمي. شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا. انا متفائل للمستقبل على كل حال. ان شاء الله خير باذن الله.